الحقيقة ما تطرقت إليه حضرتك والسادة ضيوفك من مصاعب اقتصادية واجتماعية هي مجرد مضاعفات للأزمة، يعني لا يمكن أن تكون هناك أزمة بحجم أزمة ليبيا دون أن يكون لها ضحايا وخاصة الشعب. هذا حصل في لبنان وحصل في البلقان وحصل في الكونغو وحصل في كل الحالات الشبيهة، الشعب هو دائما من يدفع الثمن. والحقيقة كل هذا التداخل الدولي وكل هذا التسابق من أجل إيجاد حل ما هو إلا لأن الأزمة خطيرة، ولا تكون الأزمة خطيرة إلا إذا كان الشعب في أزمة. فأعتقد أن هذه هي الأسباب وليس هي النتائج وليست الأسباب. فيما يتعلق بتعثر حكومة الوفاق، أعتقد أن من يتحمل المسؤولية أو الاتفاق السياسي عموما هو المجتمع الدولي. برناردينو ليون وبدعم أو ربما بدفع مباشر من معين شريم، هو أحد الأشخاص الفاعلين في البعثة الدولية، انقلبوا على الاتفاق الأصلي وهو الذي يتحدث عن رئيس ونائبين. وكان يجب أن يكون الرئيس والنائبين شخصيتين مستقلتين تماما تستطيع الانفتاح على كافة الأطراف، لأن حكومة الوفاق والبرلمان ومجلس الدولة هما ليس نهاية مطاف الاتفاق أو التوافق، هما مجرد أدوات لصنع التوافق. يعني لديهم أطراف كثيرة عليهم الانفتاح عليها من أجل صنع التوافق، يعني هي أدوات للتوافق وليس هو التوافق بعينه. عندما تم الانقلاب على هذا الاتفاق واستبدل رئيس ونائبين بتسع نواب، هؤلاء النواب التسعة جنزروا بالفيتو، كل واحد فيهم لديه فيتو، مع التناقض الكبير والتنافس الكبير فيما بينهم داخل المجلس، كون كل واحد منهم يمثل تيار مختلف تماما له تطلعاته ويسعى أن يكون له دور أكبر أو نفوذ أعمق في داخل البلاد. نحكي عن المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي نعم. بالإضافة إلى مسألة بالغ الخطورة وهي إهمال أو إقصاء أو تهميش الفريق أو الخليفة حفتر. خليفة حفتر هو واحد من أكبر الأرقام الآن على الساحة الليبية، إن لم يكن أكبرها على الإطلاق. ضغطت كل الأطراف من أجل تهميش هذا الرجل وإقصائه وعدم إدماجه في العملية السياسية. صحيح أنهم منحوه نائب في المجلس الرئاسي، ولكن أعتقد أن هذا النائب يتميز بالضعف والرعونة، وفي نفس الوقت هم قالوا لخليفة حفتر أعطيناك نائب وعليك أن تغادر، يعني وكأن هذا النائب الذي جاء للمجلس الرئاسي إنما ليصفي دور وجود خليفة حفتر وليس العكس. يعني المفروض أنك عندما أعطيتني ممثل في المجلس الرئاسي هذا واضح أنني قوي، وبالتالي أنا أتوقع أن تعطيني خطوة متقدمة في العملية السياسية، لا أن تقول بأنك ستقصيني لأنك أعطيتني ممثل في المجلس. ولهذا رأينا كيف أن الجيش الوطني بدأ يتصرف بطريقة أحادية. الآن كل ما يجري من تخطيط لتحرير سرت هي مسألة انطلقت تماما من خيارات حفترية بشكل كامل، لا علاقة للمجلس الرئاسي بذلك إطلاقا، إلى درجة أن المجلس الرئاسي ربما يكون قد لجأ الآن إلى هذا اللقاء الذي بدأوا يتحدثون عنه اليوم بين السيد فايز السراج وبين ديفيد رودريغز قائد القوات العسكرية في أفريقيا، ربما يكون هذا لحفظ ماء وجه المجلس الرئاسي، ربما أيضا لتدبير شيء في الكواليس لا نعرف ما هو، لأن من الواضح أن المجتمع الدولي لا يريد إطلاقا للجيش أن ينفرد بأي عمليات عسكرية ربما تخلط الأوراق.